والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخوكم ابن الشنفرة، راني شد دروك في الفيسبوك، تقول بلي يعني بالأحمر الله يرحمه ويوسع عليه، اللي كان واقف مع المنتخب وكلش، ودوك راهم زعما يناجدوا ولا يطالبوني يعني باه نروح للمنتخب، يعني كأنهم شاكين بلي فيه سحر ولا ما يشبه ذلك. هي صح أكيد أنا اللي خاطيتني البالون، ولكن تبعت الماتش اليوم، يعني أكيد ماهيش غير مش غير سحر، سحر وعين، ولكن العين مأثرة بزاف. بالك شفتوا اللاعبين حتى في بعضهم البعض ما مش متفاهمين، مش كما كانوا يعني من قبل. المهم هذا لا يعنيني أنا، ولكن أنا نقول لخوتي أنا حاليا الله غالب، يعني ما عنديش جواز سفر، يعني لو كان نعرف باللي يخدموا لي جواز سفر في أقرب وقت مثلا غدوة، أنا غدوة نروح عادي ماهوش مشكل. كما حنا نقولوا هذه هذه روح وطنية، والكرة هذه يعني راح توحد الشعب الجزائري، توحد الشعب، توحد الشعب الجزائري، وهذا يهمنا كاع. ولكن انا يا خالتي واش نقول لكم، انا لو كان عارف اللي غدوه في نهار يخرج الباسبور نروح، وان شاء الله يكون فيها خير. ماشي نقول لكم نضمن لكم لا للربح ولا، ولكن كاين حوايج بزاف، وهذه خدمتي انا نعرف، يعني انا كي نشوف نعرف، خاطر كل واحد وخدمته، كل واحد يعرف الميدان نتاعو. انا لما شفت ماهوش شيء طبيعي، وهذا الشيء ماشي حتى غير انا، حتى الناس اللي ما تعرفش، مش كي نقول لكم انا عندي خبره صافي بلي انا حاجه كبيره، انا فقت وانتم ما فقتوش. حتى الشعب الجزائري على حسب ما شفت التعليقات فاق بلي كاينه حاجه، والصراحه باينه. ولكن يا خوتي واش نقول لكم، المشكل راه في جواز السفر، يعني ما عنديش يعني تعديلات ولا تعقيدات في جواز السفر، لا انا ما خدمتوش، بصح تخاف يطول. لو كان عرب اللي غدوه يخدموا لي جواز السفر ان شاء الله غدوه، ان شاء الله لو كان الطياره تقلع نقلع نروح ان شاء الله، ويكون فيها خير ان شاء الله، يكون فيها خير. واللي قاعد الحاجه كيما هكا انا نقول لكم ياك يا سبحان ربي سبحانه عز وجل، كلش مكتوب نتاعها. ولكن ما واش باغي نقول، ما كاينش صراحه يعني تما نقول غيبيات، ما نجمش نقول. السلام عليكم. يعني بالك لاحظتوا حتى المعلق حفيد الراجي بالك سمعت الشكل، قال هناك امر غير طبيعي، وقال لكم فهمتوني واش راني نهضر ولا ما فهمتونيش، يعني حتى هو فهم واش كاين. احنا نقولوا الله يجيب الخير، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولا يفلح الساحر حيث اتى، والعين اكثر من السحر. ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما فات على المقبره واش قال؟ قال الثلث من امتي قتلتها العين، ما قالش السحر. احنا نقولوا الله يجيب الخير، واللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله. وشكرا، ونشكر كل الشعب الجزائري اللي غادي فيا ثقه وطلبني به الروح. نشكركم بزاف بزاف بزاف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في تواصل دائم مع بعض الإخوة هنا في فرنسا، بإذن الله تعالى إن وجدنا تذكرة إن شاء الله غدا أو بعد غد سأكون في الكاميرون إن شاء الله، وسنقوم برقية المنتخب الوطني وكل ما شرعه الله في الرقية الشرعية وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل هو الشافي، على الله توكلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.